مستمرين لسه مع موسم الحصاد ودور وزارة التموين الكبير في الموسم الخاص بالقمح تحديدا، لأن القمح بيتم توريده لصالح وزارة التموين، وكمان هي يعني مسؤولة عن التخزين في الصوامع. خلونا نعرف استعدادات وزارة التموين. معانا على الهاتف الأستاذ كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. يعني خلاص بدأ. على مصر كلها. صباح الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وانت طيب. خلاص يعني دلوقتي زي ما احنا شايفين ان في حصاد بيتم، عاوزين نعرف بقى استعدادات الوزارة لموسم الحصاد هذا العام. اولا بالنسبة لاستعدادات الوزارة، الوزارة بتبدأ استعدادات للموسم الحصاد وموسم توريد القمح اعتبارا من شهر فبراير. يعني احنا بقالنا اللجنة العليا لتسويق القمح المحلية برئاسة معالي الدكتور علي البصلحي بتبدأ استعداداتها اعتبارا من أول فبراير. اللجنة دي بتختص بتدبير أو بوضع الضوابط اللي هي بتستلم بها الأقباح من المزارعين أو من التجار أو من الموردين أيا كان، أو من شركات استثمارية اللي هي بتزرع في الصحراء وفي زي توشكا وشرق العوينات والفرافرة والجهات دي كلها. فاحنا بنبدأ بتشكيل اللجان وبنحط الضوابط وبناء عليه، وكمان بنتحرك في تجهيز المواقع اللي هي ممكن تكون جاهزة للاستلاب الصحيح للأقباح. احنا السنة دي الحمد لله رب العالمين مجهزين اكثر من 400 موقع، عشان المتوقع في زيادة التوريد السنة دي مختلفة تماما عن كل عام. يعني في كل سنة احنا بنتوقع من 3.5 الى 4 مليون طن، بنحقق 3.5 تقريبا. احنا السنة دي متوقعين 5.5 مليون طن او 6 مليون طن على اقصى حد. فالحمد لله بتتشكل اللجان، واللجان دي بتبقى هي لجان الاستلام، بيبقى فيها أربع أعضاء رئيسيين وعضو مديرية التموين. الستة مليون طن دي نسبة الزيادة السنوية قد إيه كده يا فندم؟ نسبة الزيادة السنوية إزاي؟ يعني مش فاهم السؤال. يعني في فكرة هل في ارتفاع كده في ما يتم توريده من خلال الصوامع عند حضراتكم؟ احنا ارتفاع عن الساعات التخزينية يعني؟ لا، احنا جاهزين بالساعات التخزينية لغاية 6 مليون طن إن شاء الله. إن شاء الله. لكن بقول لحضرتك اللجنه بتشكل من عضو من مديريه التموين بيبقى رئيس اللجنه، هو المسؤول عن كل شيء في اللجنه، وفي عضو سلامه الغذاء اللي هو بيبقى مسؤول عن التعريض، بيقرض الاقماح دي درجه النقاوه بتاعتها، وفي عضو الزراعه بيبقى مسؤول عن تحديد نوعيه الاقماح ودرجه نظافتها، وهل الاقماح دي قديمه ولا فيها حشره ولا فيها اي حاجه. وبالنسبة لعضو بيبقى من الجهة المسوقة بيبقى أمين العهدة، هو اللي بيستلم الأقماح دي ويحطها في المكان المناسب ليها، وفي الأباني بيبقى من جمعية الأبانية من جهة محايدة يعني. طيب أستاذ كمان أنا عايز أسأل حضرتك، السنة دي موسم قمح استثنائي، هل كان ليكم استعدادات مختلفة عن أي سنة فاتت علشان يعني نواكب ما يحدث عالميا، نحافظ على انتاجنا من القمح بدون اي اهدار؟ وبالتاكيد الصوامع يعني ساعدت في ده بدل عن الشون اللي كانت بتهدر الكثير من المحصول. هو بص حاليا حضرتك الصوامع اولا بتحافظ على المخزون، دي نمره واحد. يعني في زياده في الساعات التخزينيه عن السنوات الماضيه بكتير. لو بدانا من سنه 2014 قبل فخامه الرئيس ما يطلق مبادره المشروع القومي للصوامع، يعني كان استقبال للصوامع دي 1.2 مليون طن سنويا. فيعني كان يعني بص الساعات التخزينيه دلوقتي وصلت لما يقرب من 4 مليون طن. ففرق كبير، يعني ثلاث اضعاف تقريبا في او اكثر من ثلاث اضعاف في فتره وجيزه، من لو قلنا من 2014 سبع سنين. اللي يعني اللي اتعمل ثلاث اضعاف ما اتعمل في 30 40 سنه ماضيه. فالقصه ان الصوامع بتحافظ على المنتج ده، سواء من لا قدر الله الاصابه الحشريه او من
الأتربة واللي كان النظام اللي كان بيتم في الشون الترابية قبل كده. دلوقتي احنا الاستخدام الوحيد فقط بيبقى للشون المطورة، اللي هي الشون اللي هي بتبقى أرضيتها خرسانية، بناخد عليها ومفروش عليها مشمعات وكده عشان نحافظ على عدم اختلاط القمح بالأتربة، وبنستخدمها كنقطة تجميع، يعني ما بنخزنش في شون، نقاط التجميع دي هننقل منها القمح، يتنقل منها ايوه ازاي بالظبط للصوامع؟ كده بالظبط كده. انا بقرب المسافه للمزارع عشان المزارع فيه صوامع تبعد عنه الى مسافات كيلومترات طويله، فانا باخد منه في نقاط التجميع دي، وبعد ما اخلص اليوم وانهي اليوم باستلام اقماح، بتبقى في عربيات بيبقى مجهز وعاملين تعاقدات مع اسطول سيارات في كل أنحاء الجمهورية، بتتواجد عربية أو اثنين أو ثلاثة على قد ما الكمية اللي تم استلامها في اليوم ده، وبتتنقل إلى الصوامع الرئيسية اللي هي بتبعد عن هذا المكان بمسافات كيلومترات طويلة يعني. نعم أستاذ هشام، يعني كمال هاشم، عاوز أعرف من حضرتك بس، يعني في الماضي كان عندنا الشون الترابية، النهارده تحولنا الى الصوامع، ازاي الصوامع دي بتقلل من الهادر في القمح، وايه نسبه يعني الهادر اللي احنا قدرنا ان احنا نحافظ عليها؟ تمام. بص حضرتك، هو كان قبل كده الهادر او الفاقد في القمح ده من عوامل وتواجد الطيور في الاماكن المكشوفه او القوارض او الاتربه او الكلام ده كله، فكان يصل الى 15 تقريبا، 15 الى 20%، يعني لو قلنا بنوفر كام بالنسبه للي بنستهلكه لخزانه الدوله، هذا المشروع بيوفر للدوله ما يقرب من 5 مليار جنيه سنويا. ال 5 مليار جنيه سنويا لو بحسبه بسيطه، انت حسبت الصوامع كانت تكلفتها كام، اللي هم ال 50 صومعه اللي اتعملوا، ولسه في صوامع اخرى بتتعمل، في 50 صومعه اتعملوا، ال 50 صومعه دول بحسبة بسيطة كده تكلفه حوالي 5.4 مليار جنيه. فيعني احنا يعني فكرة الهادر اللي انا وفرته عملت بيه صوامع، فانا تقريبا كده ما تكلفتش حاجة، مفيش تكلفة كده، وكمان بقى رأس ما بقى مشروع عندي استدامة مستديم يعني. نعم. يعني ده لو انا وفرته في سنة، فالهادر كان بيتعدى ال 5 مليار جنيه سنويا. فده يعني مشروع بصراحة مشروع قومي، هو مشروع جدا قومي ومشروع يعني استراتيجي بيحافظ على سلعة من السلع الاستراتيجية. الأستاذ كمال هاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة العاملة للصوامع والتخزين، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.